في المدينة كذلك أبيار أخر، منها بئر معروفة تسمى بئر عروة، تسمى بئر عروة، تنسب إلى عروة بن الزبير، تلك المنطقة كلها وهي أي المنطقة باقية إلى اليوم، وما زالت تسمى عروة، وهي في طريق المدينة جدة القديم، في طريق المدينة جدة القديم، وتسمى المنطقة إلى اليوم منطقة عروة، كان فيها بئر. قال ابن عبد البر الإمام المالكي المعروف، قال في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، قال: وليس في المدينة بئر أعذب منها، وليس في المدينة بئر أعذب منها، يقصد بئر عروة. ويروى تاريخيا أن هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف كان يحمل له من بئر عروة، يوضع ذلك الماء في قوارير ثم يقدم له هدية من المدينة إلى العراق، فقد كانت ذات ماء عذب خفيف رقيق. وأحد من فتن من سلك طريق الغزل يقول: كفنوني إن مت، إن مت كفنوني في درع عروة، واستسقوا لي من بئر عروة ماء. وعروة معشوقة كان يعشقها، فهو يطلب أن يكفن في ثياب معشوقته، لكنه لا ينسى أن يطلب أن يسقى من ماء عروة لما اشتهر من عذوبة مائها، وهي ماء في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.